صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. فضيحة رياضية جديدة في الجزائر أثارت غضباً واسعاً بين الجمهور وعشاق مولودية الجزائر، نتيجة حالات فساد واضحة في ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، الذي استضاف أمس الأحد الماضي مباراة بين فريق مولودية الجزائر ونادي واتانغا الليبيري في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. للتذكير، كانت وسائل الإعلام الجزائرية تمجد هذا الملعب وتصفه بالعالمي، فشاهد الحالة الكارثية التي صار عليها الملعب. السلام عليكم. يعني كيف هاد الهضرة لازم نهضروها، هادي نهضروا عليها ونبارطاجيوها كامل خوتي لاخاتي الصاد اللي كشراهو من الماتش تاع لامسيو اللي لعبنا مع لامسيو من الضربة هاديك الغلافات اللي درنا بهم تيفوا خوتي شهرين ونص ولا ثلاث شهور ما تنقاش الصاد ديك الكراسة خوتي حنا نخلصوا يا خو بدراهمنا نجو نلقاو الكرسي ديالنا منقي. شوفوا خوتي وراو المسؤول تاع الصطاد وشكون راح يعاقب هذا المسؤول اللي خلى الصطاد هكذايا بلا ما نحكيو على التيره، بلا ما نحكيوش على التيره. حنا نريحو في تريبي، حنا الشعب تاع تريبي نريحو في تريبي، نهضرو على تريبي. خوتي شوفوا هايا خوتنا هايا المسؤولين حاسبوه، ابعتوه للحراش خوتي، ابعتوه للحراش خوتي. كيفاش يا خو الشعب، الشعب هذا يجي يخلص تيكي ديالو باش يلقى الكراسه ديالو هكذايا؟ معليش ماشي الشعب، ياك اصطاد جديد هذا عنده عامين من اللي يدي الشعب، هكذا يا اصطاد، هكذا يا خوتي، بارطاجيو الفيديو يتعاقبوا خوتي، يتعاقبوا اون ديراكت لايف، يتعاقبوا كيما العصابة الأولين، هدايا اللي شايب اصطاد كيما العصابة الأولين خوتي، ليك اصطاد. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب.